dimension. لو عندي جرد بيأثر على الستراكشر في 3 دايمنشن هو نفس الفورس بتاعتي هي قوة تبقى ده قوة هو مستوى ولا قوة فراغية؟ قوة فراغية يعني لها كم مرتبة؟ لو حد ادى قوة مرتبة قيمة في الار قيمة في الجي قيمة في الكي حتى بنرتب معدلات الاتزان اقول لك مجموع القوة بتساوي صفر مجموع القوة بتساوي صفر القوة بتاعتي يعني القوة المنتجة اللي هي اف ار اف اكس ار زائد اف 1 جي زائد اف زد جي بتساوي صفر يطلع لي من دي كم معدل؟ 3 سمشن القوى اللي بتكسب صفر ادي معدل مجموع القوى اللي في واي بصفر دي معدل مجموع القوى اللي في زد بصفر دي ثالث معدل طيب نفس الكلام بالنسبه للمومنت لو جبت المومنت المحصل اللي بيحصل عليا جسم مش هيطلع في الاخر هو عباره عن فيكتور ليه عباره عن ام اكس اي ام واي جي ام زد بيساوي صفر يطلع لك كمان كام معدل؟ ثلاث معدلات ام اكس سمشن ام اكس بيساوي زيرو سمشن ام واي بيساوي زيرو سمشن ام زد يبقى ست معدلات ست معدلات اقدر اجيب منها ست مجاهيل اكتر من كده يبقى في حاجه غلط في المساله نسميها كده استراتيجيا انترمينستيك ما اقدرش احددها من ناحيه الاستراتيجيه دي كده يبقى في بقى تريكه في المساله بحول لست مجاهيل دول لكام السبع مجاهيل او الثمان مجاهيل الى ست ما يزيدوش عن ست ده لو بعض المساله هتشوف مساله في المحاضره الجايه هي اربع مجاهيل وهي في دايمنشن ما اقدرش احلها بس ده تريكه وانا قلت لك هي اصلا مش اربع مجاهيل هي اقدر احطها في الثلاث مجاهيل خلاص يبقى اول ثلاثه ما فيهمش مشكله خالص كلمة حضرتك برضه لو عندي جسم يتصل بالسبوستر صح سمى الأملس، كلمة صح الأملس هي بالظبط الرولر، إن التلامس في إيه؟ في نقطة وبداية رد الفعل العمودي لآخر، يبقى الحالة رقم 2 و3 هي حالة واحدة. رولر هي هي سبوستر يعني تلامس ما بين الجزء الدوراني ده بالسطح بين النقطة أو بين أي سطح وبين السطح مستوي برضه بيلمس النقطة بتاعت رد الفعل العمودي على السطح الأعلى ده. طب البول اند سوكت دي بقى البول اند سوكت دي حضراتكم حاجه عارفين انتوا البليه احنا جوه حاجه زي كره مجوفه ودي بتبقى بلد عليها كره هي حركه منطقه بسيطه اي اتجاه اوكي وبالتالي مستحيل يحصل تعمل عدد عباره عن بول كره جوه سوكت سوكت هي كره عكسها مدوره ودايما بيبقى كمان حاطين فيها شحمه متشحمه عشان ما يحصلش اي فريكشن وكان في نشاط راكب عليه فاي اتجاه بتدور معايا خلاص كده وبالتالي مستحيل يحصل مومنت في اي دايركشن المومنت دايما يعني حاجه تعوق الدوران لكن دايما هي بتقف في البيم زي ما اتحرك وبالتالي حضرتك دايما يبقى عندي فورس باتجاه الشفت ده بس الشفت ده يبقى في الفراغ ولا في المستوى وبالتالي الفورس حضرتك تبقى هيبقى مايله على اكس وعلى واي وعلى زد سبيشال كيس ممكن تبقى في اكس اتجاه ممكن تبقى زد لو راس ممكن تبقى في اكس واي اثنين ايا كان بس الحاله العامه ايه؟ قوه فراغيه وبالتالي حضرتك بالنسبه للسيركت انا عندي قوه في الفراغ بصوره عامه حللها ليه؟ هتبقى اف اكس اي اف واي جي اف زد جي يعني لها كام مجهول؟ كام مركبه مجهوله؟ وبالتالي قال لك انا هاخدها دايما اف اكس واف واي واف زد بالصيغه الجبريه او لو قلت لها متجه يبقى عباره عن متجه مجهول المقدار والاتجاه فهتبقى اف اكس اي اف واي جي اف زد جي يعني الشكل ده لوحده بيديني كام مجهول؟ ثلاث مجاهيل قوه فراغيه مع مجهوله الاتجاه مجهوله المقدار تديني ثلاث مجاهيل جبريه الناحيه الجبريه معادلات جبريه خلاص كده؟ طيب الحاله رقم 5 قلت الجورنال بير عارفين الموتور رمان البير ده بيسموه البير رمان البير اكيد انتوا في المطبخ هو ده الخلاط وانتوا اكيد بتنضفوا الواقي البير ده حضرتك انا بعمل الرمان البير ده عشان اقلل الفريكشن لما الموتور يولد فورس على شفط ما يبقاش حاجه تعوق الدوران ده الدوران ده ترك او النوم وبالتالي حضرات البين ده عمره ما يولد عدد في الدايركشن ده خلاص ايه الاتجاه العدد لو انا ده شفته بدوره كده هيبقى ده الاتجاه العدد عمودي على الشفت صح كده وبالتالي مستحيل يكون عندي مومنت هنا بالنسبه للبين تمام رمان البيلي مش عزم خالص رمان البيلي بيقل عزم خالص في بدايه المفروض عزم المفروض انا المفروض لو الافشنسي 100% من العزم دي اللي هو بيعمل ليه ما انا مش عايز عزم يضيع في الاحتكاك انا عايز العزم كله ينتقل من الموتور للحاجه اللي دورها ما احنا كنا عاملين رمان البيري ليه؟ كنا نعمل الفريكشن يبقى القوه الوارده في الموتور على الموتور اللي عايز يدور الكهرباء ده بس في كل ثلاث ارباع الفريكشن اللي بتحصل بين الشافت والايه؟ والتجميع الميكانيكي عشان كده بنعمل الرمان البيري ده دلوقتي بيعمل حاجه اسمها الماجنتيك بير عارفين الماجنتيك بير ان اخلي اصلا الشافت ده متحمل على قوه مغناطيسيه شفت القطر الطار؟ هي نفس الفكره بس بدل ما بخلي الشافت ده متحمل على رمان بير ده قوه مغناطيسيه اللي ماسكها في النص من غير اي تلامس ماشي حضرتك؟ ايه
خليني ارجع بس المسألة دلوقتي البيرن بالنسبه لي عايز اقول لكم ليه فرض ان هو كده فرضها بس تبقى الدنيا خالص. يعني اقول لك دايما القاعده في البيرنج دي مقفوله ازاي. يبقى بالنسبه للسكه دي حضرتك باخد ثلاث مجاليات اف اكس اف واي اف زد اللي هي البول اند سكه. قوه في فراغيه قوه فراغيه في الاتجاه والمقدار بيبقى عندي ثلاث مجاليات. او في اصلا المنتجه اف اكس اي اف واي جي اف زد كي ثلاثه مجاليات. خلاص كده؟ ممكن بعد ما احل المسائل يطلع لي اف اكس صفر لكن القوه المستوى اللي واقعه فيه واي زد دي. ممكن تطلع الاف اكس بصفر والاف واي بصفر وتطلع الاف زد بس للطين. يبقى القوه كانت ايه؟ رأسين لأعلى والأسفل تشاور لها تقول لكن أنا في الحالة العامة قوة مجهولة المقدار والاتجاه عندها نرجع مرة ثانية للبيرن قلت لك هو المطور منطقة المسار خلاص كده؟ عندي شرط الشرط ده أنا حاطط حواليه رمان بيرن الرمان ده بيدور بمنتهى السهولة وبالتالي أي مطور بيولد تورك بيدور وبالتالي مفيش أي مومنت بيحصل في الاتجاه ده يعني في اتجاه الشرط ده مستحيل يكون فيه كمان حضرتك إن الشرط ده قبل الانزلاق بمنتهى السهولة حركة ضغط رمان بيرن وبالتالي حتى حركة الشرط ده في الاتجاه ده ما تحرك ما فيش قوة بتعطي لكن تخلي كده عندي فرصة تحاول تظهر على شرط الاتجاه ده القاعدة احنا بنسموه كرسي المحاور انت سمعت الكلام ده في كرسي الايه؟ خدافي يا ورشة ده الكرسي اللي بيتثبت عليه البير جزء متثبت في الارض كده وهو البير افترض ده شرط وعندي فرصة تحاول تظهر على شرط الاتجاه ده يمشي؟ اه في الاتجاه ده يمشي؟ ماشي ما هو الاتجاه ده بيلعب بالمناسبة بس لو فضلت ايه؟ اه يبقى في الاتجاه ده اه في الاتجاه ده خلاص كده؟ وبالتالي قال لك يا حضرتك بالنسبه لده دايما هيعوج الحركه في الاتجاه ده هيعوج قوه اف اكس وقوه اف زد ضرب قوتين عمودياتين على اتجاه المحور بمنتهى البساطه. تاني ده اتجاه الشرط اهو يبقى دايما يبقى عندي قوه مجهوله في الاتجاه ده وقوه مجهوله في الاتجاه ده. عمودياتين على لكن ده بينزلق بمنتهى البساطه هنا ده نوع من البيري في حاجه اسمها سلوت البيري ان يدور بس ما يتحركش. في نوع حاجه اسمها الاول ده اسمه ايه؟ جورنال بيري او سنجل ايه جورنال بيرن لو مش هتعمل حاجه اسمها سروت البيرن سروت البيرن نوع من البيرن رمان البيرن الشفت يدور بمنتهى البساطه بس اجي اشده كده ما يطلعش معايا يبقى هنا بيولد لي كمان قوه فين؟ طيب انا هقعد اشرح في الاخر المتوه مني خالص واقول لكم تحفظوها ازاي طب بعد ايه؟ طيب يبقى اول حاجه حضرتك على اتجاه الشفت مفيش عزم اوكي؟ العزم صفر لان بيدور بمنتهى البساطه. طيب تخيل شفنا بقى انا عايز ادوره كده. هو مش عايز اعمل كده اصلا وبالتالي حضرتك هدوره كده صح؟ السؤال ده شاور فين؟ في الزد يبقى المفروض كمان يمنع اي مومنت يحاول يدوره في اتجاه الزد صح ولا لا؟ طب لو حضرتك ادوره كده هيبقى في اتجاه مين؟ الاكس يمنع اي مومنت او هيتولد مومنت بعد لكن هو فقط بيدور بمنتهى الثلاثه في مين؟ على الواي اللي هو في اتجاه الجي او سالب الجي. خلاص كده؟ فعشان كده قال لك ايه؟ المفروض البيرنج ده هيحصل لازم يولد لي قوه في الواي وقوه في الزد مش يمنع اي حركه انتقاليه او ده حسب دوران وبالتالي الجورنال بيرنج بيديني كام يا حضرتك كام مجهول؟ اربعه وكلهم فين؟ عشان ما اتلخبطش اتجاههم فين يا حضرتك؟ كلهم في الاتجاهات المتعامده مع اتجاه الشفط لو الشفط كده يبقى في نص كده في نص كده وفي مومنت في الاتجاه ده وفي مومنت في الاتجاه ده تمام؟ طيب هي في الحقيقه احنا بنعمل اصلا شفط عشان يبقى في قوه عايز يدور كده ولا المفروض انا بعمل له حاجه اسمها الاينمنت بعمله مستقيم جدا والجزء الشكل ده بعدها ملتزم بحيث كمان مفيش اي فرصه حاجه تعمل دور في الحقيقه حضرتك ان المومنت اصلا ام زد وام اكس دوت مستحيل يحصل انا مش بعمل الجور مش بعمل شافت وبمولد عليه قوه بالصوره دي يبقى ده غباء هندسي ده صح ففي الحقيقه اصلا احنا بنفرض دايما هي القوه فقط يعني المومنت ده من يبقى بالنسبه للبيز زيرو مش بعمل شافت بالصوره دي واحاول ادوره كده لا هي الفكره انا بصممها عشان كده وعشان اقل يعني عشان اخد اقصى افشنسي المفروض بيبقى عامل حاجه اسمها الاينمنت هو مستقيم دايما شاف في السنتر بتاع الكرسي وبالتالي مستحيل اطلع عليه قوه في الاتجاه ده فدايما باخد العزم ام زد وام اكس دول بكام؟ بزيرو يعني بالنسبه للجورنال بيرنج عندي كام مجهول؟ اثنين بس طب وابرهم ازاي؟ في الاتجاهين المتعامدين على الاتجاه خلاص كده سهله؟ طيب بالنسبه للسكوير هنا برضه نفس جورنال بيرنج وذ سكوير شوت وذ سكوير شوت يعني ما بيدورش هو فقط حركه خطيه فقط يعمل حركه خطيه فقط السكوير ده مش هيدور حاطط مربع جوه مربع هيدور مش هيدور تمام هو اصلا مش بيعمل دور هو بيعمل حركه خطيه فقط سمعت حاجه اسمها لينيال موتور الموتور الخطيه لو عندي موتور بيعمل حركه خطيه بس اه الديزاين بتاعه حاجه
ايا كان يبقى هيزيد عن اللي فات ايه حضراتكم؟ هو بيتحرك في الاتجاه ده، هو اللي هو نفس اللي فوق صح؟ بس بقى في مومنت فين؟ لان ما بيدورش، هو مش قابل للدوران، هو بيعمل حركه فقط ايه؟ خطيه، وبالتالي بقى حركه على طول المحور بيتحرك، وبالتالي مفيش فرصه هنا. لكن لو جيت دوره انا حاطط مربع شكله سكوير، الشخص نفسه سكوير يا حضراتكم، والمكان بتاع البيرنج نفسها مش هرمون سكوير، تمام؟ وبالتالي بيتحرك حركه خطيه لكن ما بيدورش. يبقى انا عندي كام مومنت؟ واحد اثنين ثلاثه، ها؟ لكن في الغالب دول دايما المومنت العموديه دي مش موجوده، لان انا بعمل حاجه مثلا الله يبقى دايما هو مستقيم، مش بحاول ادوره كده ولا كده، هو دايما حركه الصوره دي، والمومنت دايما طالع معايا. يبقى اف اكس واف زد والام واي. اقول لكم دلوقتي تركزوا على كذا نوع، دول يعني برضه مش عارف تطلع عليهم المواضيع دي، انا المواضيع دي مش عارف. استراست بير هو نفس اللي فات، بس استراست بير دي ما بيتحركش في الاكس. خلاص كده؟ يبقى هيبقى عندك كام قوه بقى يا حضرات؟ ثلاث قوه. هو فقط بيعمل حركه، كل وظيفته فقط استراست بيرنج ده يعمل حركه دورانيه في اتجاه المحور بتاعه. خلاص؟ يبقى المفروض ان اديني كام مجهول؟ قوه في اكس وقوه في واي وقوه في زد، ما بيتحركش في اتجاه غير قابل للحركه الانتقاليه في اي اتجاه. مفهوم كده؟ طبعا قلت لكم دايما في عزمين عموديين دول، تمام، بيحطهم صفر، يعني يديني كام مجهول؟ ثلاثه. قوه في اكس وقوه في واي وقوه في زد. الهنج مختلفة شوية عن اللي فاتت بقى، 2 دايمنشن غير 3 دايمنشن. اللي هي المفصلة، بس المفصلة المفروض نتكلم عنها في 3 دايمنشن، اديني قوة فراغية، تمام؟ فبما ان هي قوة فراغية هي نفس اللي فاتت، يبقى اف اكس واف واي واف زد. يعني لو عندي شكل يا حضرات، احنا دايما لو كنت بتكلم في المستوى كنت بقول لك يا اما شد الاكس يا اما شد واي، صح؟ لكن لما اتكلم في الفراغ يبقى انا عندي اكس واي وزد، وبالتالي هيبقى عندي ثلاث قوى ممكنة هتمنع الحركه في اي اتجاه، في الاتجاه ده او في الاتجاه ده او في الاتجاه ده، تمام؟ كمان هتولد لي ايه بقى؟ كمان لو انا بما ان هي مفصله هي هتتحرك معايا في الاتجاه ده عادي خالص، صح؟ هتولد لي مومنت؟ طيب تخيل بقى كده انا عايز ادورها كده. مش هتمشي معايا، وبالتالي هتولد مومنت في الاتجاه ده، تمام؟ وبالتالي حضرات هيبقى انا عندي يعني الشكل ده حضرات، لو انا مثبتها كده في الصوت. ده الاتجاه الوحيد اللي هتدور فيه، صح؟ طب تعالى عايز الف حوالين نفسها كده كده، اه يبقى لي مومنت كده. طب كده اه هو عندي برضه يبقى لي 2 مومنت. اخر حاجه بقى الفيكسد سبورت. الفيكسد سبورت بقى غير قابل للضرب في اي اتجاه ولا حرف اي اتجاه، يعني هيديني كام؟ هيديني 6 مجاهيل. يعني لو اديتك مساله فيها فيكسد سبورت ما اقدرش اقول لك هو واحد بالضرب هنا اقدر اقول لك موجود والباقي كله معلوم، ما اقدرش ازيد عن كده. مش هيجي بس انا تحت مش هتيجي وعادي. هي نفس اللي فات يا حضرات، لكن احنا بس عممنا الكلام شويه في الحقيقه. المعادلات مش هتتغير، قوه بصفر والعزم بصفر، بس في الحاله دي القوه تديني ثلاث معادلات زي ما قلت، والعزم يديني ثلاث معادلات. ادي معادلات الالتزام 3 دايمنشن، اف اكس زد اف واي زد اف زد بصفر، ادي ثلاث معادلات. ام اكس زد ام واي بصفر ام زد بصفر، اديني كمان ثلاث معادلات. المساله بتيجي ازاي؟ ازاي؟ ولا هتجيبوا حتى الامتحان حالات بسيطة. لو جبتوا 3 دايمنشن تبقى حالات، لكن 2 دايمنشن لا هتجيبوا اي حاجة. استاذ الشرح. طيب مسألة زي دي حضرتك بقول لي كده بترمن ذا كومبيوتر اوف رياكشن اون ذا بول اند سوكيت جوينت ات اي. حتى بديك المسمى عشان لو انت مش شايف الرسم. يعني عندي ايه ده عبارة عن ايه؟ بول اند سوكيت. بتبقى عبارة عن بيلا جوه كرة مجوفة عشان تديني حركة تكسب في اي اتجاه. ما بتعوقش الدوران خالص لكن دايما هي فرص فراغيه، تمام؟ ات ايه؟ ذا سموث جورنال بيري ات بي اند ذا رولر سبورت ات سي اكزامبل ذا رولر سي. يبقى عنده نقطه ايه حضرتك عباره عن ايه؟ بول اند سوكيت، وعنده نقطه بي جورنال بيري، وعنده نقطه سي رولر. خلاص رولر يبقى بالنسبه لي رد فعل على الارض، يبقى دايما في اتجاه مين؟ اول خطوه هجيب الاسم الايه؟ تيجي زي ده. طب الامتحان يعمل ايه؟ المساله دي حلها باللغه الاسئله. يعني المساله دي ما اجيبها لك انت مش عارف ايه اللي في الراس ده وتعملها. خلاص فانت افرض الصوت على ورقه الاسئله على طول وابدا ايه اللي بارد عندك في المدرسه. خلاص؟ هو ده
الرسم ده حضرتك بالنسبه لبول اند سوكت ده كان عنده قوه مقبوله فممكن اكتبها كده مباشره. لو انا احل المساله دي في الرسم الايجابي كل اللي اعمله انا مبدئيا دايما في الثري دايمنشن هبدا منتجهات. اتفقنا كده نرجع ننسى الجر بعد ما اخلص المساله صيغه منتجات حول الست معدات اللي اتكلمنا من شويه. ست معدات جابين اول حاجه هاجي عند النقطه اللي اسمها اي بي عند النقطه ايه هاخد البوان عند ايه دي بول اند سوكت يبقى عندي قوه مجهوله في المقدار والاتجاه هتبقى كده وليكن AX on زائد AY J زائد A زائد B خلاص؟ حتى من غير ما اخد بعض. هذه بالنسبة للجورنال فيل. قلت لكم بعض عامة بالنسبة لأي بيلنج هتقولها في الامتحان ما تفرضليش أي موجة. خلاص؟ يعني بشتغل على حاجة ايديال كيس إن هو أصلا هو فقط أنا عامله إزاي عشان ما أقوليش موجة. يعني أقول لحضرتك إيه بالنسبة للبيلنج ده؟ هو المومنت في اتجاه الشرط بصفر ده بيبقى فيه طول مومنت على الاتجاهين المتعددين مع الشرط حطهم بصفر فقط. بالنسبه للبيرنج هتفرض لي قوه قاعده بالنسبه للبيرنج هتفرض لي قوه في الاتجاهات العموديه على الشرط اللي هو بيرنج عادي اللي هو صوره البيرنج هتزود كمان قوه في اتجاه الشرط. قلت لك جورنال بيرنج وسكيل يبقى قوه اللي هفرضها عموديه على اتجاه الشرط مش ده الشرط يبقى هفرض واحده في هذا الاتجاه وواحده في هذا الاتجاه. وصلت؟ طيب قلت لك سلوت البيرنج ادي واحده اثنين كنت هفرض كمان قوه في اتجاه الشرط كمان لان سلوت البيرنج غير قابل للانزلاق جوه بيدور بس ماشي حضرتك. وبالتالي حضرتك هاجي عند النقطه بي وعايز اكتب القوه ايه في بي. خد بالك هو دي مثلا الرسمه كلها رفع بتكسر شويه بين صح؟ لو عايز اكتب القوه دي والقوة دي، القوة دي اكتبها ايه؟ اي اكس اي زائد بي زد جي، اثنين مجهولين لسه مش عارف هو عبارة عن ايه؟ ادي البي اكس اي زائد البي زد جي. ودي مرة رقم واحد. في زد جي. دي مرة رقم واحد. ايه القوة الثانية يا حضرتك عايز؟ القوة عند الجو متهالك مثلا اصلا. ده بس انا كده اول سي، بقول لي السي ده هي عبارة عن رولر. رولر يعني ده لمس نقطة يعني هكتب كده الاف سي دي يساوي كام؟ الاف سي دي الدايركشن بتاعها هكتبها سي زد كي سي زد كي دي معادلة رقم ثلاثة. آخر قوة عندي يا مدرس المسألة اف دي صح؟ كام؟ 900 بس بسد في اتجاه ايه؟ هجمع الثلاث معادلات دول على بعضهم بس هوصل لكم محصلة صح؟ دي القوة المحصلة. يعني متى عايز اجيب عزوم القوة دي؟ عشان اتمنى فكرة الاتزان اجيب مجموع القوة واحطها بصفر واجيب العزوم واحطها اجيب العزوم حواليه حوالين او اكتر نقطة فيها مجال حوالين يبقى دايما هشتغل بالمنتجات صح؟ يبقى بما اني هجيب العزوم حوالين يبقى كل قوة هتوصل من النقطة ايه مين بقى؟ الار صح كده؟ طب وعزم القوة اف ايه كام؟ ملوش لازمه صح؟ انا فقط عايز اجيب لي مين؟ للدي وعايز اجيب لي البي وعايز اجيب لي السي ار مظبوط ولا لا؟ لو حبيت اجيب تعال نبدا كده بالبي ناخدها واحده واحده عايز اجيب الار بتاع البي اللي جاي هنا صح؟ كده طول المنتجه طلع من ايه رايح لمين؟ اللي هو مين يا؟ 0.8 من 10 و0 من مش اللي هي المسافه دي؟ في اتجاه مين؟ في حاجه ثانيه؟ يبقى الـ RV اسمه 8 من 10 جي صح؟ يبقى هاجي جنب القوة دي اهي فهبتدي ده الـ R الخاص بيها كمان اهو. أقول ده الـ RV بنفس الخطوة دي عبارة عن 8 من 10 جي تمام؟ طيب القوة اللي بعد كده هتقولي كده اللي هو الـ RC شكله عامل ازاي؟ على الرسم كده يبقى أنا هتحرك من النقطة ايه اوصل مستقيم كده لحد مين؟ لحد هنا صح؟ ماشي حضرتك؟ عشان اوصل للنقطه دي همشي ايه؟ همشي في الواي كل ده وبعدين امشي في سالب اكس كل ده صح؟ يبقى همشي في الواي
4 و 4 و 4 يبقى 1.2 جي صح؟ الارسي الاول بيساوي 1.2 جي. وايه تاني؟ وبعدين همشي المسافه دي اللي هي سالب 6/10 ار. ناس حضرات؟ الاخيره اللي هي اف دي هسمي ده الار دي بقى سالب 4/10 اي 4/10 يساوي سالب 4/10 اي و 4/10 كده المساله خلصت. مفيش حاجه محتاجه حاجه رسمه خالص. كل اللي هعمله اجمع دي زائد دي زائد دي زائد دي يساوي صفر. هيطلع لي معدل كام مجهول؟ لا لا بغض النظر عن المجهول المفروض مش هيزيدوا عن 6 بس انا جايلك مظبوط. المعدل الثاني هعمل ايه؟ هضرب المفروض ده الار بتاعها صفر صح؟ تعالوا كده الار ايه؟ يساوي زيرو خلينا نشوف ده كده. يبقى ده في ده زائد ده في ده اتجاه زائد ده في ده اتجاه زائد ده في ده اتجاه واساوي في ده صفر. خلاص طلع لي بقى معادله بس معادله اتجاهيه. المعادله الاتجاهيه هي ثلاث معادلات جنبيه خلاص؟ يبقى يلا هطلع ثلاث معادلات دلوقتي هطلع ثلاث معادلات احلهم مع بعض واجيب مين؟ المريض. هو ده حل المساله في منتهى البساطه. يبقى اول خطوه حضرتك هتطلع المجهول بتاعتي ادي القوه زي ما احنا كتبناها على السبوره الاف ايه هتكتبها بصوره مجهوله والاف بي والاف سي والاف دي كل ده وضع بس ماشي. الخطوه اللي بعد كده هكتب معادله الاتزان مجموع القوه بصفر بما ان الجسم متزن البولد فيس ده كام ده بالنسبه لكم على اف متزن بوصل للمعادله دي يا حضرتك اكس اي واي هجمع القوه بتاعتي اي اكس اي زائد اي واي جي زائد اي زد كي زائد بي اكس اي زائد بي زد كي زائد سي زد كي ناقص 900 بيساوي زيرو. خلاص هجمع كل مركبات الاي واساويها بصفر دي معادله جبريه واجمع كل مركبات الجي واساويها بصفر واجمع كل مركبات الزد واساويها بصفر يبقى اطلع من دي بكام معادله؟ اهي مجموع القوى اكس بصفر دي معناها ها الاي اكس وايه تاني والبي اكس بتساوي ما هي الصفر دي معناها صفر اي زائد صفر جي زائد صفر كي. بعد كده مجموع القوى اللي في واي بصفر مفيش هنا جي خالص غير اي واي في حاجه ثانيه؟ ها في المعادله دي مفيش الا الاي واي يبقى الاي واي هتساوي صفر واي حاجه بتطلع متى انا بعملها بلون كده مختلف يبقى كده خلاص احنا جبنا اي واي المهم بعد ما اطلع كل المجاهيل انا اقعد بقى يبقى انا جبت شكل الفورس بتاع المجاهيل. بعد كده مجموع القوى اللي زائد دي بزيرو يبقى اي زد دي اللي هي مركبه الكي دي اي زد ايه ثاني؟ بي زد سي زد بيساوي 900 دي معادله رقم 3 كده كام معادله؟ 3 هروح اكتب معادله المول خلاص؟ معادله المول يبقى محتاج الار ماشي كده يا حضرات؟ طيب يبقى العزم حواليه بيساوي ار دي كروس اف دي زائد ار بي كروس اف دي زائد ار سي كروس اف سي وكل ده لازم يكون بيساوي صفر ما دام الجسم متزن. يبقى عندي ثلاث مخرجات بالشكل ده. اول انا كتبت القوه مره ثانيه قدامنا اهي ال اف دي اللي هي 0.00900 والار دي هتجيبها على السطور اللي قدامنا اللي هو 4.4 و4/10 جي وصفر كي خلاص؟ محدد رقم 2 اللي هو الار بي بلس اف بي. ار بي اللي بقى الصبور قدامنا اهو اللي هو 8/10 جي يبقى صفر 8/10 صفر. والاف بي بي اكس وصفر وبي زد ماشي حضرات. بعد كده ار سي كروس اف سي السحر اللي بقى الصبور قدامنا برضه اهو الار سي سالب 6/10 اي زائد 1/10 جي زي ما احنا كاتبين اهو المعادل زيرو بعد كده 0 0 سي زد اللي هي القوة بتاعت الاف سي. هضرب المحدد افك خلص المحدد ده وخلص المحدد ده وده في الاخر اجمع حول الصورة دي. انا عامل خطوة خطوة بالنسبة للمحدد الاخير ده حضرتك اولاني انا ممكن افك باخر صفحة خطوة زي ما قلت لكم. يبقى الاشارة دي عبارة عن موجب ويبقى اي في 4 ناقص جي في 4 دي حوالي زي خطوة. المحدد رقم 2 برضه اقدر احلهم بالصف الثاني. بدل على اكتر صف فيه اصفار
لو الشرطه هي تبقى موجه تبقى دي سالب تبقى دي موجه 8 من 10 ف يبقى الار بي زد ناقص البي اكس بمين؟ بالكي. المحدد الاخير ده هحله باخر صف برضه ها يبقى السي زد واحد بدون 10 اي ناقص 6 من 10 جي. خلاص كده؟ وبعدين هبدا افك المقادير دي اطلع الشرطه دي هجمع كل مركبات الار اطلع لي معدل مركبات الجي اطلع لي معدل يطلع لي معدل بالشكل ده. مجموع القوى في اكس يطلع لي 8 10 بيزيد زي 1 10 سي زد بيزيد 68 اجمع المعدل ده باخد ده مكان دلوقتي بجمع الار يبقى ناقص 68 عديتها الناحيه الثانيه خلاص يبقى 8 من 10 بي زد و1 2 من 10 سي زد هتساوي كام؟ 360. مجموع القوى اللي في واي 360 عديتها الناحيه الثانيه هنا وبعدين جمعت مركبات الجي الباقيه اللي هي مين؟ مفيش غير 6 من 10 سي زد من الحالة دي اقدر اجيبها على طول السي زد خطوه واحده ام زد يطلع لي معادله هجيب منها البي اكس انا جبت البي اكس والسي زد لو عوضت بالمعادله اللي فوق دي اقدر اجيب مين؟ البي زد ولا لا؟ دلوقتي المعادله رقم دي هي المعادله في البي زد والسي زد وانا جبت السي زد لو جبت اقدر اجيب مين؟ البي زد بالصيغه دي الثلاث قيم دول هتقعدوا في المعادلات الجبريه دي خالص اجيب باقي المجاهيل بالشكل ده كنا احنا جبنا الاكس زائد اكس بتساوي صفر واحنا هنا جبنا الاكس بصفر يبقى الاكس بيساوي صفر واقدر اجيب كمان مين؟ ها انا رجعت المعادلات اللي جبتها من المحققه المحصله كده اقدر اجيب كل المجاهيل المساله اللي بعد كده كده لو حضرتك لو جبت كل المجاهيل هتلاقي في الاخر كل المطلوب منك كل اللي هتجيب المجهول في المساله احنا جبنا ده بصفر عدم كل واحد طب انت بكام؟ المجاهيل دي حط القيمه دي القيمه دي القيمه دي ماشي حضرتك 1 2 3 4 5 6 فالمساله فيها 6 اكثر من 6 مجاهيل بس يبقى في حاجه غلط لان المكعب معدل اصلا ينفع يكون 6 او اقل المساله الثانيه في 6 مجاهيل صعوبة المسألة أو الغلط اللي هتقع فيها تفرض القوة صح تبقى لنقطة السبورت بس وفي الآخر أنت 3 دايمنشن بتبقى معادلة اتجاهية بجمعها وخلاص ماشي حضرتك طيب قول لي في المسألة دي حضرتك أنا عندي جسم الجسم ده متزن تحت تأثير الكابلين دول كابل اي بي وكابل اي سي وقول لي مكان السبورت ده وقول لي النقطة دي حضرتك عبارة عن كل اند سيكل يعني عنده نقطه اودي هات حضرتك انا عندي قوه مجهوله في مقدار الاتجاهات ولا كده يعني بس فعنده نقطه اودي هات عايز اكتب القوه هنا اكتبها لو حبيت حضرتك عند نقطه اودي عند نقطه اودي حضرتك رد فعل هنا لو عايز افرض افرض ازاي؟ افرض قوه مجهوله في الاكس والواي والزد صح؟ فيسميها او اكس او واي او زد بس بالنسبه للكابلات هو فين؟ اتجاه الكابل ولا اي كابل دايما القوه في اتجاه الكابل طيب المطلوب في المساله ايه بقى؟ بيقول لي هات لي تنشن ايه في الكابلين اي وبي خلاص؟ هو بالنسبه للكابل اي بي والاي سي هو مش مديني نقطه تاثير هو النقطه مش هو دي ولا مديني بالنسبه لاي بي مديني نقطه اي ونقطه سي مديني الدايركشن بس مش مديني المقدار صح؟ يبقى ده يقول لي ده كام مجهول ده؟ ده بقول واحد بقول ايه فقط واحد بقول واحد مش ثلاثه صح ولا لا؟ قيمه الاف اي سي ده انا عاوزه ده احنا الدايركشن هو بيدوبي صح ولا لا؟ تعرف تعرف اجيب الاي سي متجه او اي سي هاب مش انا حضرتك هو اف اي سي دي اف اي سي انا مش عارف بس عارف الدايركشن لكن انا ترتيب عباره عن اف مجهوله قديمه في متجه واحد في اتجاهها مظبوط ولا لا؟ وبالتالي اقدر اجيب الاف اي سي بالصوره دي او نبدا بقى بالاف اي بي بالنسبه لي في حضرات الاول انا عايز حد يقول لي النقطه دي سياتا ايه النقطه ايه؟ سياتا كام؟ هي واقعه على محور واي صح؟ المسافه دي كام؟ 6 قدم يبقى البلد كله 6 ما عدا الواي تمام كده؟ طيب عايز حد يقول لي النقطه دي سياتا كام؟ ده الاكس الموجب صح؟ يبقى انا همشي الاكس كام؟ 2 اه والواي صفر والزد كام؟ 3 يبقى 2 0 3
النقطة سي سالب سالب اثنين مش لا هو ده اللي هتختلف سالب اثنين وكام تمام يبقى لو حبيت اجيب الاول كده ال A B منتجع ال A B هيساوي كام؟ 2 R 6 J 3 A طب لو عايز اجيب ال A B ها يبقى 2 R 6 J 3 K جاز 4 36 9 طيب انا مش عايز انا عايز اجيب انت القوه بتاعتي اف نفسها بقى القوه بتاعتي هي مقدار انا مش عارف جاب لك الدايركشنز ده فاكتبها اف اي بي طب مقدار مضروب في ده واشيل ده واسميه بقى دي اسمها اف اي بي بس ايه بقى تاني خلاص كده حضرتك يبقى دي كلها تديني كام مجهود دي بقى كام مجهود هو رقم صح كده ده احنا جبناه على السبوره طيب نفس الكلام بالنسبه للقوه مين اف اي سي هيبقى الـ AC منتجع قبل ما نظهر اهو هيساوي كام AC منتجع؟ سالب 2 R سالب 6 J يبقى اقدر اقول كده الـ F AC منتجع هتساوي قيمتها المجهولة لسه مش عارف كام؟ هو في المنتجع ده ناقص 2 R 6 J زي 3 K على نفس المجهولة مش عارف 4 ماشي حضرات؟ مطلوب عايز اجيب القوة دي والقوة دي تحت شرط الاتزان. ماشي حضرات؟ تحت شرط الاتزان مجموع القوة كلها بسبب مظبوط ولا لا؟ ومجموع العزوم بسبب. أنا عندي البال كام مجهول؟ هما اثنين، يعني المعادلة اللي جاية واحدة تكفي ولا لا؟ المعادلة اللي جاية نفسها فيها كام مجهول؟ ثلاثة، يعني المعادلة واحدة تكفي صح؟ عشان احل المساله دي انا اصلا مش محتاج خالص القوه دي ايه يعني كل انا كتبت اول معادله عازمه او لو مش معناها كنسلت كل ده زي ما بقول اصلا ولا معايا ده بقول بحب لو خدت عزوم القوه دي كلها حول لو يبقى كل ده قرب المعادله ما انت ما جبتش مش معايا صح هيطلع لي معادله في كام مجهول اللي هو المقدار ده والمقدار ده ده وده طيب لو عايز اجيب العزم بتاع القوه واحد A B وال A C والوزن حول O فين الزراعة؟ الأرض اللي أشتغل عليها مش ممكن آخد ده أرض دي والدي والدي ينفع ولا لأن بيمر بالقوة دي وبيمر بالقوة دي وبيمر بالقوة دي فممكن آخد أرض إيه ولو حبيت أكتب معادلة المومنت في الآخر برضه هكتب معادلة الاتزان آخد العزم حول أي نقطة وأحطه بصفر وأقول مجموع القوة كلها مجموع كام بس لو حبيت أقول القوة كلها ما تنساش القوة دي بقى صح ولا لا؟ بس انا مش عايز احسب او مش احسب الرد الفعلي اقول احسب ايه القوه دي والقوه دي انا ممكن احسب القوه دي والقوه دي من غير ما دي خالص لكن لو بقول لك احسب لي الرياكشن على نقطه التثبيت يبقى لازم تكتب المعادله الثانيه وتضرب القوه دي اقولها دلوقتي كمان شويه وتكتب المعادلتين الاثنين مجموع العزوم صفر مجموع القوه صفر بس خلينا نرجع للحاجه دي انا دلوقتي مطلوب مني عايز احسب دي ودي فقط خلاص يا حضرات انا كل اللي هعمله عايز اكتب العزم حول النقطة O، عايز حد يمليني اكتب O. احنا سمينا القوة. أقول يبقى العزم الأول أهو. كل كلام اتجاهي صح؟ يبقى العزم حوالين النقطة O هيساوي سالب 75. تعالوا بس كقوة، صورة رموز الأول، تبقى أول قوة هتبقى إيه؟ F على 4 R A كروس مين؟ F A B زائد R A كروس F A C زائد R A كروس W ممكن تكتبها كده الوزن؟ مظبوط ولا لا؟ أو ممكن تكتبها كده R A كروس F A B زائد F A C زائد دي حاله خاصه لان كلها لها نفس مين يعني كم محدد قوه واحد بس الاول هو الطريق والثاني مجموع القوى اتجاه خلاص كده حضرات المحدد ده هزود صفر هتطلع لي معادله المفروض اطلع لي ثلاث معادلات جبريه بس بما اني مجهولين الثلاث معادلات يقولوا لي معادلتين بس عشان اكتب الاي بي والبي سي لان لو طلع ثلاث معادلات في مجهولين والمعادلات دي غير مختلطه خطيه كنت هتحط الجر مش
دلوقتي ميول اه المعطيات دي غير مطبقه خطيره في الدرك عدد مش حاجه سيستم مثلا بنسميها الكونسيستنت سيستم هو السالب والموجب اللي هو بتبقى في الحاجه ايه يعني المركب بوست اورنيت يعني دي بتبقى على اساس الاتجاه بتاع هناكم في ايه سؤالك ايه ايه بوست اورنيت في ايه يعني لما اعمل زائد ار اي دبليو ما عملتش ليه سالب ار اي دبليو يعني بتبقى انا بتكلم اتجاه يبقى انسى كل اللي ماليش دعوه بقى الاشارات مش سالب ولا متجه كل الكلام ده في اول مرتين قلنا طول ما انا بشتغل جبري يبقى اقعد اقول بعترض الساعه وعكس اعترض الساعه اشتغل اتجاهي هي شغله جوه اعترض الساعه خلاص ماشي حضرتك لو خطر بقى كده هعمل انا اوت على الصبوره ده هيطلع لي محدد شوف ايه النتيجه اللي هي عشان ما اعرفش كتبنا الدبل برضو ايه بالصوره دي ناقص 75 هي في اتجاه التين تمام وقلنا العزم يطلع بالصوره دي عشان بس ما تصدموش بالشكل ده المعادله الاصليه هي سهله لان القوه كلها على نفس مين لا نفس الراي ما كتبته مباشره بالشكل ده وبعدين هدي بالمحدد بتاعي طبعا ضربتها ضد ضرب جاب لي ثاني معادله هي دي المعادله حضرتك ده بقى المعادله دي المعادله كل ما هتطبق على السبوره فقط هتظهر هوصل للمعادله دي قالوا كم معادله بقى المعادله في اي وفي الكي فقط بيساوي صفر يبقى اول معادله جبريه المركبه دي كلها بتساوي صفر تمام معادله المركبه دي كلها بتساوي صفر معادلتين في مجهولين مجهول الفاضي اكس مجهول العزوف اكس اس مجهول العزوف واي في زد بتساوي صفر معادلتين واحد وكنت احلهم مع بعض اجيب مين الاف اي سي والاف اي بي وده المطلوب انا جبت طلع الاثنين كلهم منهم كام 87 بوينت يبقى المنتجع ده تعال نشوف طول المنتجع يبقى شيل المقدار ده كام 70 طيب لو كنت بقى في المساله قلنا بقى انا عايز الاكشن عند النقطه او ده بقول لك اول احسب لي الاكشن ده واحسب لي الكول يبقى عندي كام خمسة صح ادي واحد اثنين دي لوحدها كام؟ ثلاثة خلاص؟ يبقى اكمل زي ما انا ماشي اكمل بقية المسألة خطر بقى كده اعمل ايه؟ اروح اقول ايه؟ يبقى الاف احنا اتجزأنا شوية كام؟ ها؟ الاف ايه؟ ابي فوق اسف على الاو هتديها كده ها؟ لما الاكس و ار سميها ايه؟ زي ما انتوا عايزين هنسميها او اكس بقى او اكس ار زائد او واي جي زي ما احنا بنقول ده بوزيتيف وبعدين ناقص بس هجمع القوه دي على مين على الاف اي بي اللي احنا جبناه وعلى الاف اي سي وعلى واساويهم بكام هيطلع كام معادله ثانيه ثلاث معادلات هحل اول معادله بقيس اجيب مين مش لازم يطلعوا كنت بيطلعوا مرتبطين ببعض هيطلع بقى ثلاث معادلات للمريان واكس وواي وزد ده ضريب الواكس هو ده صعب الاتصال كده لو انا كنت بقول لك عايز الرياكشن عند الاو انت كل المطلوب منك انك ترجع تجيب محصله القوه المعادله كنت بدات بالعزم على طول عشان احسب القوه ليه ومش عاوز خلاص اوصل المعادله بالصوره دهيت وفي الاخر هجمعها